يا فايز، أنا لما قبلت أجوزك أختي صباح ما كنتش أتصور إنك تعمل هالعملة المشينة هذه. كيف ترفع إيدك عليها يا فايز؟ كيف؟ يا زياد يا أخوي، هذه مرتي وأنا حر فيها، ما تتدخل في حياتي بالله عليك. اسمع يا فايز، أخطائك زادت كتير وأنا ساكت عليك. إيش؟ أنت بتهددني يا زياد؟ أنا ما بتهدد. أنا ما بهددك، أنا مانع عنك ابني حامد. ما تنساش إنه في الشرطة، ولو عرف اللي بتعمله ما رح يسكت لك. رحت وأخذت مصاري الحجة وما رجعتهاش، نقلت أرض أختي صباح باسمك وقلنا ماشي، هم حرين، وحق مية البير ما بتدفعهاش لفارس، الزلمة بيجي ياخذها مني. هذا كتير كتير يا أخوي، اللي فينا مكفينا، الله يرضى عليك. يا صباح يا صباح، يلا يا أختي يلا روحي مع جوزك، الله يهدي بالكو، مع السلامة. ألو حجة فاطمة، إيش أخبارك يا عمتي؟ وين الشباب؟ ما أجوش لهالوقت. ها؟ أكيد هما ما توصليش عليهم. ناجي بيه، اهلا اهلا وسهلا ناجي بيه. مساء الخير يا عم زياد. مساء الخير يا ناجي بيه، تفضلوا تفضلوا يا جماعه. معلش طبنا عليك كده زي القاضي المستعجل، اتعشى من الحاج فاطمه تكون شرحت لك الموقف. ما تقولش كده يا ناجي بيه، البيت بيتكو. ما تاخذونيش يا جماعه، الاولاد برا بس انتم ببيتكم، يعني اللي بيحب ياكل اشي او يشرب اشي يتفضل، المطبخ هناك. اجعله عامر ابو زياد. تسلم يا ناجي بيه تسلم. انا داخل اعمل شاي، حد عايز شاي؟ يلا روح. ايه يا ابطال، هتضلوا واقفين كده؟ ايه لا، يلا يلا غيروا ملابسكو، الغرف فوق بالطابق الثاني، وكل واحد يلبس الجلابيه يلي على قده، اعتبروا حالكو ببيتكو، انا عندي شباب زيكو، الله يخليكو ويديمكو. تفضلوا تفضلوا. يا هلا يا اهلا وسهلا بيكو، اتفضل اتفضل ناجي بيه، اتفضل يا اهلا وسهلا ناجي بيه، اهلا وسهلا شرفتنا. والله كلك كرم يا عم زياد. تسلم تسلم، والله وحشتني مصر. انت تشرفنا في مصر في اي وقت يا عم زياد. ناديني ابو طارق. ابو طارق؟ مين طارق فضول يا ابو طارق؟ الأول على اليمين ده صغير؟ لا، ابني الكبير البكر أول خلفتي، ربنا يفك أسره. هو معتقل؟ اي، اعتقلوه الصهاينة من 16 سنة، كان لسه ما كملش 16 سنة. مسكين حبيبي، قضى نص عمره عندي والنص الثاني بالمعتقل. ربنا يفك أسره إن شاء الله. ما هو يا ناجي بيه، عشان ناس تعيش لابد ما ناس تانية تدفع الثمن. هما اعتقلوا لي؟ كان بيجيب عنده عالدار ناس من المقاومة مطلوبين ويخبيهم، وبعدها ما رجعش. بس إن شاء الله إن شاء الله حيرجع يا ناجي بيه. إن شاء الله حيرجع أبو طارق. وهدول حامد ونجيب وياسر الصغير، الشباب حيعجبوك يا ناجي بيه. ربنا يخليهم لك أبو طارق. الله يسلمك. Thank you.
يا نهار اسود، ده البيت كله سلاح. يا ابني فاكر نفسك في شرم؟ الناس دي بتضرب كل يوم، يعني لازم يكون عندهم سلاح يدافعوا بيه عن نفسهم. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. انا طول عمري بسمع عن اللي بيعانيه اهل غزه من التلفزيون، لكن اول مره احس ان هم تعبانين قوي كده. شيء فظيع قوي ان الواحد يعيش طول عمره متهدد كده بالموت. ايه ده؟ ايه ده؟ موت ايه ونكد ايه؟ انتوا هتقلبوها غم، افتكروا لنا حاجه حلوه. امسك. انا عارف الظروف هنا صعبه واحنا هنقعد عندك اسبوع، فلو سمحت لي يعني بعد اذنك ده مبلغ صغير كده. رجع يا اخوي، رجع مصاريك بجيبتك يا اخوي، هذه اهانه وما كنتش حابب تكون بدايه علاقتي معك زي هيك. ما فيش تكليف بينا يا ابو طارق. يا اخوي الحمد لله الخير كثير، وانت زي اخويا والشباب زي ولادي، وما بيصيرش تقول هذا الكلام يا اخوي، ما بيصيرش، احنا اخوه. ما هو برضه لما انت تميل على اخوك في حاجه وهو يميل عليك في حاجه تانيه فيها ايه يعني؟ سكر على هالموضوع، الله يرضى عليك. انا اجيب الشاي، وين الشاي؟ وين الولد اللي راح يعمل الشاي؟ الشاي يا عبد الجليل لعمك ابو طارق بسرعه. الشاي يا كبير. اهلا. ايه ده كله؟ الله يخرب بيتك، انت خلصت لهم كده الشاي والسكر بتاع البيت كله؟ والله يا دوبك يا باشا. الله، امال فين الشباب؟ طلعوا فوق. الله، طب والشاي؟ اطلع ازعجهم يا عبد. ايه اعزائهم دي يا باشا؟ لا مؤاخذه، اطلع نهلهم من فوق. حاضر يا باشا. اسمع يا ناجي بيك، انا ما بعرفش تفاصيل، بس انا واثق من انكم رح تعملوا اشي كبير لهالوطن. واللي بيجي لحد هان وشايل كفنه على ايده لازم يعرف انه احنا كلنا بخدمته. بس اهم حاجه طبعا يا ابو طارق، ما حدش يعرف ان احنا قاعدين هنا. ما تحكلش هم يا ناجي بيك، بيت زياد ما فيش حدا يسترجي يقرب منه. اهلا وسهلا، اليوم 28 شعبان، يعني ربنا رايد نصوم رمضان مع بعض.